دائما مع iOS 17. الوغ غادي نولي نذكر بها iOS 17 هذه البيتا 0 هذه البيتا الاولى يعني iOS 17.0 بيتا يعني الاولية يعني باقيين في البيتا اول بيتا خرجت باش دائما نبقى نذكركم لان كل فيديو فوقاش الدار. اليوم ان شاء الله ميزة جميلة وجميلة جدا. ركزوا معايا واحد شوية باش نشرح لكم واحد المسألة وعاد ندوريكم من ديزاكتيفي من اكتيفيو. الوغ دائما فاش كندخل مثلا كنبغيو ندخلو شي موقع ولا شي ابليكاسيون مثلا نعطيو مثال بالفيسبوك. الوغ فاش كنمشي بحال دابا نبدل المود باس ديال الفيسبوك كيجيني واحد الكود فاليداسيون كيجيني في الاس ام اس الا كنت اكتيفي الا كنت ندير الفيسبوك ديالي بالرقم ديال الهاتف كيجيني واحد الكود فاليداسيون فاش كتسهل كيجي لك بروفيان دي ميساج كتكليكي على داك على داك الكود وكيتكتب اوتوماتيكمون في الكلافي. داكور هاد المساله هادي ما كما كنقولوا هكا كدا ما عرفتش واش كاين في فيسبوك ولا ما كاينش في فيسبوك. المهم كاينه بزاف ديال هذا. مثلا حنا نمشيو للواتساب حنا نهضروا على الواتساب. الواتساب فاش كذا كتجيك بروفيان دو ميساج كتكليك عليها كيتكتب داك هذا. ولكن كاين بعض يمكن كاين بعض التطبيقات ولا بعض المواقع اللي كنديروا هذاك كنديروا الميل ديالنا. مثلا عندنا جيميل كنديروا جيميل داكور. هذا الجيميل ولا هذا الميل هذا اللي ديالنا فاش كنديروه فاش كيجينا كود فاليداسيون خصنا نخرجوا من داك التطبيق ولا من داك لابليكاسيون ونمشيو للميل ونقلبوا على داك الميل ونشوفوا الرقم وهذاك الرقم كننقلوه ولا كنحفظوه وكنمشيو لهذا. دابا لا دابا فاش كي هذا كتجيك عاوتاني بروفيان دو ميل كتكليكي عليه وكيتكت هذا. كنتمنى ان الفكره كانت واضحه يعني داك المساله اللي كانت عندنا غير في الاس ام اس دابا كاينه حتى في الميل واللي تزاد حسن من هادشي كله بان هاد الميل هاد الكود فاليداسيون اللي كيجيك في الميل او اللي كيجيك في الاس ام اس زادوا واحد الميزه غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا الاكتيفيوها باش اوتوماتيكمون فاش كنكليكيو على داك الكود فاليداسيون كيتكريت فاليدا الكونت كيتحذف هو اوتوماتيكمون من الاس ام اس او لا من الميل. كنتمنى ان الفكره واضحه يعني انا غنخدم داك غير نخدم داك الكود فاليداسيون يعني داك مثلا فتحت الواتساب لقيت اللي غادي نكليك على داك الكود فاليداسيون غادي تكولا وغادي ندير سويفون اوتوماتيكمون غادي نمشي للاس ام اس غنلقى الميساج ديجا تحذف من تما ما يبقاش عندي في هذا ريغلاج ميزه جديده. نشوفوا كيفاش غادي نديروا باش ان اكتيفي كندخلوا للريغلاج وكنمشيو للمود دو باس نوتيفيكاسيون كونتون لانغ فوليوم ديبي فوكال 60% مو كاراك مودي ان تيت كونتينر temps générique le ex act fond en vert si touch app notif batterie config app store carte et mot de passe bouton voilà, c'est avis relatif à la sécurité chargement option des mots de passe bouton transmettre automatiquement les mots de passe et les clés d'identification la fonctionnalité utilisée trousseau chrome edge firefox code de validation en tête تلقاو كود فاليداسيون ديزاكتيفي اوتوماتيكمون اكتيفي كنلقاو ديزاكتيفي سوبريمي اوتوماتيكمون لي كود دو فاليداسيون دون ميساج ايميل ابري لور سيزي اوتوماتيك اي سوبريمي اوتوماتيكمون لي كود دو فاليداسيون دون ميساج ايميل ابري لور سيزي اوتوماتيك دون ميل اي ميساج يعني هكا فاش غادي يجيني ان كود دو فاليداسيون لا في الميل ولا في كتمشو ولا في الميساج الوقيته اللي غنكليك عليه وغادي يتاكتيفا غادي كيما كنقولوا غادي نفاليدي داك الكونت ولا داك الابليكاسيون ولا باش غنفاليديها اوتوماتيكمون كيتحذف داك الميل ولا داك الميساج من كتمشو من هذا لان هو كيبقى ما عندنا ما نديرو به لان ما يمكنش يتخدم مره واحده اخرى وكيبقى غير كيعمر لنا راه البواط ايميل ولا الاس ام اس هذا كيبقى غير تما زايد هو غيبقى يتحذف اوتوماتيكمون. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في شرح قادم. تحياتي.